عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب في احسن صحة وفي احسن حال معاكم حنان حمودة من قناتي سهلة وبسيطة مع حنان حمودة رمضان كريم كل سنة وانتوا بالف صحة وسلامة وسعادة يا رب ربنا يحفظ بلدنا يا رب من كل حاجة بتحصل النهاردة تعالوا نعرف احلى مشروبات تتعمل لرمضان ولطول السنة ، بس احنا عاملهم مخصوص لرمضان ، رمضان جاي في الحر واحنا عايزين بقى نرتب كده على نفسنا ونعمل مشروبات جميلة ومختلفة ، اربع مشروبات النهاردة شايفين الحلاوة ، اربع مشروبات جميلة جدا 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 ، يلا نخش على المكونات ، حبايب قلبي أه انا النهاردة هعمل اربع مشروبات مشروبين سخنين الكركديه والخروب ومشروبين ساقعين وهم الليمون بالنعناع والملك تشيك فراولة تمام كده طبعا الكركديه والخروب سهل جدا جدا نعملهم هنحطهم يغلوا مع مية على النار و نشوف هنعملهم ازاي بس يا ريت تتبعوا الخطوات وهيطلع معاكم احلى عصير طبعا فيش حاجه اسمها سخنه يعني اصلا اقول ان هم يتغلوا في ميه على النار وهيتحطلهم تلج الليمون والنعناع اللي انا مفرزاه معاكم النعناع بصوا اخضر وجميل جدا 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 هتستهلكيه طول رمضان كانك عندك نعناع الفراوله اللي هنعملها ميلك تشيك مكوناتها عباره عن فراوله وكوبايه واحده من اللبن انا طبعا عامله هنا كميات قليله مش عامله كتير و سكر طبعا وهنعوز نص معلقه كريم شانتيه اي أيوة كريم شانتيه يا جماعه هيعمل لك احلى ملكه تشيك فراوله ولا احلى كافيه تمام السكر ده الاساسي بتاعنا يلا بينا نشوف هنعمل ايه هحط ميه مغليه على الخروب وعلى الكركديه واحطهم يغلوا على البوتاجاز وارجع لكم نبدا مع بعض في عمل النوعين التانيين اللي هيتعملوا في الخلاط هبدأ أول حاجة بالليمون بالنعناع الليمون بالنعناع ولا أحس... ولا أسهل من كده هقط... أنا مقطعة ليمونية مقشراها الأول كويس جدا وهي لسه مت... يعني خارجة من الفريزر القشر بتاعها بيطلع سهل جدا وشوية نعناع حلوين كده وهحط مية عادية خالص 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 طبعا, طبعا تكون مية ساقعة وهحط سكر على حسب المذاق اللي أنتي بتحبيه وهضربه في الخلاط وارجع لكم واحلى ليمون بالنعناع احلى 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 ليمون بالنعناع ممكن تشربيه على فكره انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ثلاث معالق بس من اللبن يعني شايفين كوبايه اللبن بتاعت الفراوله انا اخدت منها ثلاث معالق من اللبن بيفرقوا وبيخلوا الليمون بالنعناع بتاعنا لونه حلو وكمان عليه فوم من فوق كده جميل زي بتاع الكافيهات تمام ولا بحط له بقى فانيليا ولا اي حاجه عشان ما تبوظش الطعم الليمون بالنعناع اصلا فريش كاس عادي خالص وصفايه ضيقه يا جماعه صفايه ضيقه عشان ما تنزلش اي طفل من الليمون او النعناع طبعا عامله كميه مش كتيره فجيت هنا هصفيها معاكم بالصفايه الصغيره تمام ادي منظره بجد تحفه شايفين الفوم الابيض اللي على وشه زي ما قلتلك لك حطي الثلاث معالق لبن اللي انا حطيتهم دول شريحه ليمون صغنونه كده وادي احلى كوبايه ليمون بالنعناع واتعملت في ثواني مش قادره اوصفلك وجميله جدا 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 يلا بقى نسيبها على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني انا زي ما قلتلكوا آه الاول انا غليت الخروب على النار وهنا جايه بقى حله فاضيه اهو او كسرونه فاضيه زي ما انت عايزه هحط فيها ثلاث معالق من السكر الكميه دي حوالي كوبايتين مثلا من الخروب تمام على فكره الخروب جميل جدا مفيد جدا مغذي جدا لذيذ وهو بيعمل حاجه في الضغط مش عارفه بيوطي ولا بيعلي بس هو حلو جدا جدا وعلى فكره حلو جدا للانيميا الخروب يا جماعه من الحاجات اللي بتعالج الانيميا بشكل طبيعي وحلو جدا يلا خلينا نشوف ادي الكركديه بتاعي بيغلي انا علي فكره بحط مع الكركديه اول ما يغلي بروح حاطه عليه نص كوبايه سكر او كوبايه سكر اللي هي التحليه بتاعته وبخلي يغلي غلوه وبعد كده اطفي عليه بيبقى شربات فراوله يا جماعه بيبقى تحفه واسيبه يبرد فيه تمام انا هنا هسيب ده لما يكرمل بس مش يكرمل يتحرق يا جماعه اول ما لونه يبقى عسلي عسلي فاتح كده اول ما يبقى لونه عسلي فاتح شايفين المنظر هو خلاص قرب يتكرمل انا موطيه النار وعقبال ما يتكرمل اتمنى لو ما اشتركتيش لسه في قناتي تنزلي تشتركي وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله ياريت لو لايك لطيف منك علشان الفيديو والقناة تكبر بيكو ان شاء الله انا مستنية معاكوا بصوا يا جماعة لونه عامل ازاي كراميل فاتح انا ما ابدا لما يغمق اسيبه فاتح بالمنظر ده وهننزل عليه وناخد بالنا والنبي يا جماعة على ساعته صعبة جدا 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 هنزل كده بمصفة ضيقة زي ما قلتلكوا عشان ما اي تفل خالص من الخروب بالصفار ازاي لازم ناخد بالنا طبعا لسه ما طفتش النار لان يعني الكراميل ده اول ما بينزل عليه اي سوائل انتوا عارفين بيرجع ايه يعني يمسك في بعضه تاني اسمها يقفش تاني فانا طبعا هستنى عليه هقلبه كده واشوف كمية السكر على فكرة كمية السكر دي مناسبة جدا التلات معالق دول يحلوا الكوبايتين وزيادة لان هو ما بياخدش سكر كتير وده المميز اللي فيه الخروب بطبعه مسكر فما بياخد ما بيستهلكش سكر كتير دول حوالي مثلا كوبايتين كبار الكميه اللي انا عاملاها اخدت 3 معالق سكر يعني طبعا بياخدش كميات خالص سكر لطيف جدا 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 الخروب اتمنى تجربوه يا جماعه الخروب حلو قوي 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 والنعناع والليمون بالنعناع تحفه الكركديه بالطريقه دي الشربات دي ولسه ناقص له تركه صغيره هتخليه طعمه تحفه احلى عناب ممكن تشربيه مش خر مش مش مجرد كركديه عادي أنا كده بقى هسيبه يبرد وبعد كده هقدمه معاكوا مع تلج أجي هنا أعمل الفراولة بتاعتي دول كمية صغيرة من الفراولة طبعا أنا مش عاملة كتير زي ما قلتلكو أنا عاملة بس عشان أوريكو وأدي كوباية من اللبن وهحط قد اللبن مية يعني كوباية اللبن عليها كوباية مية لو هحط كوبايتين لبن يبقوا كوبايتين مية طبعا كمية الفراولة تبقى أكتر ومعلقة ال... آه، كريم شانتيه وهنا يا جماعه خدوا بالكم الفراوله بتاعتي كانت خارجه من الفريزر متلجه عشان تخلي القوام وحطيت شويه سكر وهروح اضربه في الخلاط وارجع قوامه تقيل وحلو جدا انا هنا حضرت كاسات واحد فيه يعني كام قطعه فراوله كده عشان لما هصب عليهم الفراوله هتطفو على الوش وانتوا هتلاحظوا معايا بصوا قطع الفراوله بتطفو على الوش شايفين القوام بتاع الميلك تشيك عامل ازاي روعه والله العظيم تقيل جدا وحلو وليه فوق من فوق من فوق كمان جربوه بالكريم شانتي بجد بيفرق قوي وده نص معلقه مش اكتر يعني الكميه اللي انا عملتها دي عملت كوبايتين كبار بنص معلقه كريم شانتي يعني لو هتعملي مثلا شفشق الخلاط ده كله وعامله بقى عزومه وناس وكده هتحطي معلقه كبيره كريم شانتي على الشفشا كله اهم حاجه تكون الميه متلجة او الفراوله متلجة عشان يتقل انا معايا هنا برضو كاسين او كوبايتين حاطه فيهم تلج تمام آه بالنسبه للعناب انا حاطه في الكاس شويه حاجه ساقعه بيبسي او كولا اللي بتحبيه المهم حاجه ساقعه سوده واللي بيحبوا السيفن ممكن يحطوا سيفن طعم السوده مع الكركديه يا جماعه روعه طبعا هنا بردت شويه في الكوبايه عشان اقدر اقدمه معاكم ونفس الكلام الخروب بس مش هنحط له حاجه ساقعه هو طعمه لوحده روعه 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 هنحطه على تلج اهم حاجه تلج يا جماعه بقى عشان خاطر ايه الحر بتاع رمضان هنبدا نحطه مش عايزه اقول والله ريحته جميله جدا وان شاء الله طعمه احلى وبص لونه عامل ازاي لونه لطيف جدا 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 انا برضو مبرده شويات في الكوبايات عشان خاطر اقدر يعني انجز واصور معاكم يا جماعة والله من ألطف 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 المشروبات اللي ممكن تعملوها وأزرف وأسرع وانجح المشروبات اللي ممكن نعملها مع بعض العناب زي ما قلنا او الكركديه وعليه شويه البيبسي سواء كان زي ما قلت بيبسي الاسود وده اللي كان متوفر عندي او ممكن نحط عليه سيفن هو طعم الصودا عامه بيخليه روعه وهو بيعمل زي شربات الكركديه كده طعمه جميل جدا الخروب والملك الشيك فراوله والليمون بالنعناع اجمل من بعض الاربعه اتمنى يا تعجبكم النهارده الوصفه بتاعتي والعصاير بتاعتي تكون نالت رضاكم ياريت تجربوها وتقولولي في التعليقات رأيكم إيه عجبتكم ما حلوة وحشة أي حاجة منكم إن شاء الله هتكون حلوة ولطيفة ومحفزة وبس كده خلاص رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا أسيبكم بقى تستمتعوا بمنظر الكوبايات وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته